إلى جنوبنا الكبير، حيث يكثر الحديث في المناطق الصحراوية عن ثمرة بقوة شجرة السدر التي ذكر اسمها في القرآن الكريم، حيث يقوم سكان بلدية تجرون بالأغواط بجني النبق الذي يحتوي على فوائد عدة تعالج مختلف الأمراض وتعطي الجسم نشاطا وحيوية. المزيد في تقرير سعدوي العرج ووردة غشيش. يتحدث الكثير من الناس في المناطق الصحراوية عن شجرة السدر وثمرة النبق وعن فوائدها، أين تنقلت كاميرا النهار لبلدية تاجرونا ولاية الأغواط لمعرفة سر هذه الشجرة وثمرتها ذات المكانة العظيمة لدى سكان الصحراء. أهل المنطقة، المناطق هذه من الجبل الأطلس الصحراوي اللي هون الصحراء هذه قاع التكاثر فيها، وثاني هو موكل المواشي. النبق، هذه الثمرة التي يقوم سكان الصحراء بجنيها خلال شهر أوت، والتي تتميز بطعمها الحلو ومختلف أحجامها، فلطالما استخدمت أوراقها وأزهارها في تحضير المواد الطبية للعلاج من مختلف الأمراض وإعطاء الجسم حيوية ونشاط. شجرة السدر هي يقطف منها النبق، هذا النبق من شجرة السدر المباركة مذكورة في القرآن، إنه مطهر للدم والمعدة وإزالة الغازات من المعدة، وذلك بعد غليه وشربه يمكن منشط الجسم وفتح الشهية. السدر، هذه الشجرة المباركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والتي يعتبرها الإسلام شجرة من أشجار الجنة، تبقى ثمارها محل دراسة واهتمام لمعرفة المزيد من الفوائد للإنسان.